مراجعة البطاقات. كويس جدا. كان اخ دلوقتي بيقول لي ارجو ان انتوا، احنا كلنا مصريين وكلنا عايزين نحافظ على البلد دي، من اهم حاجه البيانات ودقتها، وبقول قدامكم كلكم بيانات البطاقات في السنه اللي في النص الثاني من السنه اللي فاتت كانت في حاله صعبه جدا، اعداد لا تتناسب مع الاسره، ودلوقتي في مشاكل وغرامات على الناس، بيانات غير كاملة. فقبل أنا ما أجي الرقابة الإدارية اتدخلت مع وزارة الإنتاج الحربي بحيث إنها بتحدث وتدقق البيانات، رقم قومي موجود في الشرقية وموجود في الغربية وموجود في كذا، فهناخد شهر 4 وشهر 5 تدقيق البيانات. إضافة المواليد أنا قلته وأنا شفتها امبارح مكتوبة في التلفزيون، اعتبارا من 1/7 هفتح إضافة المواليد، انما ما اقدرش افتح اضافه من غير ما اظبط البيانات. انت متخيل ما يبنى على خطا فهو خطا؟ واحد مكتوب له كده، وانا هوريكم عدد المستفيدين 10 واولاده هم 3، اهو قول كده اهو. نعم ليه الايه؟ طب تعالي حضرتك، تعالي حضرتك لحظة واحدة بس أستاذني حضرتك نجاوب السؤال ده وبعدين نحدد. من فضلك، من فضلك، اتفضل بالراحة. اتفضل، ما حدش لاقي حاجة يا فندم، من فضلك الأوضة ب 10 جنيه، حرام عليك. طب خلاص.